السلام عليكم من مركز جراحات الشخير، وبفضل ربنا علينا من نجاح لنجاح. النهاردة الحقيقة معانا الأستاذ عيسى القصاص من أرض الرباط من فلسطين المحتلة. ربنا يخليك. ويعني الناس دي ليها علينا حقوق، فإحنا يعني بنحاول إن إحنا نرد بعض اللي هما بيعملوه الحقيقة يعني. ربنا يخليك يا دكتور. والله. فجاي لي طبعا شخير وخنقة وشغلانة كبيرة وفي مناخيره. قول لي كنت بتشتكي بإيه؟ كان عندي يا دكتور لما يعني انام اصحى الاقي حالي مخنوق كده، مش عارف اخد نفس. تمام. بفضل ربنا طبيعتي. كم سنه عليك؟ كم سنه كنت مخنوق وتعبان؟ سكت 5-6 سنين تقريبا. 5-6 سنين. ان شاء الله. وايه تاني غير الخنقه والنفس؟ اصحى معايا صداع كده، واصحى حاسس حالي عايز انام كمان. كويس. ما اصحاش نصيت على الشغل يعني، كنت زمان اصحى من بدري، بس من الفتره دي صرت اصحى متاخر كده شويه، ما اعرفش ليه. كويس. بس اللي خلاك تيجي تعمل العملية عندنا بقى؟ خلينا مسمعاتك الطيبة يا دكتور. ربنا يكرمك. ربنا يكرمك. يعني الحمد لله دلوقتي بنام، الحاجة بتقول لي انت دلوقتي زي الكهرباء، مفيش حاجة. زي الايه؟ زي الكهرباء. زي الكهرباء؟ سيارة الكهرباء. من دون صوت. بدون صوت. في الأول كنت عامل دوشة في المكان كله. فعلا؟ أنا ما أحسش بحاجة، بس هم يقولوا. هم اللي بيقولوا. يعني لدرجة إن دور أنا راكب في الطيارة نمت. اللي قاعدين جنبي بيقولوا لي انت حضرتك عندك حاجه مش طبيعيه. للدرجه دي؟ والله. يعني صوتك صوت كان يعني مغطي وعلى صوت الطياره والناس. الناس اللي قاعده جنبي بيقول لي انت الصوت عندك مش طبيعي يا ابني، شوف لك حد يعالجك. يعني قالت المدام بتاعتي تقول لي لو انت جاي ما اخدش بكلامها. لا قبل يمكن شهرين ثلاثه. حطيت الفكره بدماغي، قلت لازم حل بقى. الحمد لله يعني تابعتك على الفيسبوك وعلى لقيت الامور، قلت ما فيش غير الدكتور ان شاء الله. احنا عاملين العمليه بقى لنا قد ايه؟ سكت 10 ايام ان شاء الله. 10 ايام تمام. بعد العمليه حاجات خفيفه يا دكتور، ما لازم الواحد دي عمليه. عمليه طبعا، عمليه وفي الحلق ولوز وسقف الحلق. اكيد طبعا. ومناخيرك الحاجز الانفي يعني. انت عملت لي 3 عمليات في عمليه واحده. اساسا بس لكن في الاخر زي ما بيقولوا كله يبون عشان الشخير عشان الشخير.